بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة المصادف للثالث من ديسمبر من كل عام، أشكر الاتحاد الوطني لذوي الإعاقة الجزائرية على المجهودات الجبارة التي قاموا بها وتنظيم هذا الحفل الرائع والمميز التي تم فيه تكريم الطلبة المتفوقين في شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا وكل الفئات في جميع الإعاقات. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.